صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 942 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. ودلوقتي عاوزين نعرض المورد، دبل كليك هنا وفوقيها هنعمل فوق اللود بتاع الفورم، هنعمل برايفت فويد ليه شو سبلاير او شو سب. هنيجي هنا الاداة ما سميناهاش صح، نسميها مع بعض سبلاير فور ايديت، سبلاير فور ايديت. خلاص ارجع تاني هنا، هنعمل ايه؟ السبلاير فور ايديت دوت جيت ايتمز. تمام كده احنا جبنا الكومبو بوكس دوت سيلكتد فاليو تشينج، ده الحدث زائد بيساوي ديليجيت، وادي البلوك بتاع الديليجيت، وادي السيمي كولون بتاعته، وهنا هنعمل ايه؟ شو سب، وادي قوسين فاضيين وسيمي كولون. نيجي بقى في الشو سب، شغلنا هنا في ترايل وكاتش، لو حصل حاجه طلع لي الايرور. تمام نيجي هنا، ما تشتغلش الا لو هو مختار فعلا من السبلاير فور ايديت، لو دوت از سيلكت اشتغل، غير كده ما تشتغلش. طب لو غير كده مفيش مشكله، لو غير كده وقف له البي تي ان سيف سب دوت انيبل، خليه له فولس، وقفه له، وهو اصلا الطبيعي بتاعه نخليه انيبل فولس. فين انيبل بتاعته؟ على فولس على طول. خلاص وبعدين نشتغل هنا بقى، نعرض داتا تيبل هسميه تي بي ال. تمام هي قد فيها قد ايه الفورم دي؟ فيها هواتف وفيها مناديب، فيها هواتف وفيها ايه؟ مناديب، بس مش زي الصنف طبعا، دي اخف من الصنف. خلاص تي بي ال صب بيساوي دي بي دوت جيت داتا، وهنا سيلكت استرسك فروم سبلاير،
وير، انا عايز واحد بس وير ان يكون السبلاير اندرسكور نمبر بيساوي دمج مع اللي اختاره من السبلاير فور ايديت. سبلاير فور ايديت دوت جيت ايه؟ جيت فاليو، الرقم بتاع المورد اللي هو اختاره. جبنا خلاص جبنا البيانات. فين شاشه السبلاير الاساسيه؟ هاتها لنا كده. اف ار ام سبلاير اهي دي الاساسيه. هات الكلير اند اوتو كده. مش هم دول البيانات؟ اه صح كده. سب سب تي بي ال، خدهم كده كلهم كوبي، وتعالى هنا حطهم لي بيست. ده يتشال وده نبدا نملا بقى، نبدا نملا واحد واحد. هنا طبعا تي بي ال، تي بي ال سب دوت روز، مش هيجي غير برو واحد، الكولومن الاول. وهنا دوت تو سترينج وقوسين فاضيين وسيمي كول، ونفس الكلام ده بقى ايه مع الباقي. هنا طبعا ايه دوت تكست، حلو اهو، ايه كل الفراغات دي يا مايكروسوفت. دوت تكست ونفس الكلام ده اهو، او خليها من اول هنا كده اهي، على اساس ايه نعمل احنا كده ونعمل كده ونغير احنا بقى، خد بالك الباقي كله من غير كلير ماشي اهو. اهو اهو بص، هنغير بقى الترقيم في الاخر، هنغير الترقيم فين في الاخر. تي بي ال ديليجيتس مش موجود، عشان نظبطه ان شاء الله. هنا زيرو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام كده. الأدرس ست، تمام. الفون هو طبعا السبلاير بيبقى ليه فون، فونز سب دوت كلير. طيب هنظبطهم دول، بس عايزين نظبط الاول الاضافه اللي هنا اللي في الاصل دي. شاشه تعريف المورد فيها اضافه، فيها اضافه. خد ده كده كوبي، وتعالى هنا دبل كليك على الزرار اللي بيدير ده. هات الشاشه دبل كليك على الزرار ده وحطها فيه كده زي ما هو معمول هناك. وهنا ناخد الكود بقى اللي في الزرار نفسه اللي بيضيف، اللي بيضيف اللي هو المندوب يعني، واخد بالك اهو. ايوه نفس الكود يا جماعه، هو هو اهو كوبي، تمام. وهنا الزرار اهو هحط فيه الكود ده بس من غير تغيير ومن غير اي حاجه، تمام. طيب بفضل الله لغايه كده ايه تمام قوي. ارجع بقى معايا هنا للشو اللي احنا شغالين فيها. هنا بعد ما بعد ما يشيل الكلير للفون عايز احط انا الفون، فودينا الله برجلك لاداه السبلاير. فين اداه السبلاير؟ سبلاير سبلاير سبلاير، حرف الاس حرف الاس، سبلاير سبلاير فين؟ سبلاير اهي اداه السبلاير. هات الكود بتاعها، هات الاد، لا مش سبلاير، هو الفون كان فيه اد فون، سبلاير فون، لا لا مالناش دعوه بالسبلاير خلاص. هنا الفون سب اهي فونز، هو بس اللي لخبطني كلمه سب، بس فون سب دوت اد فون هتلاقيها بقى لانها اتعملت على الكل خلاص. ماشي هات الجدول الاول اهو، داتا تيبل تي بي ال فون او فونز بيساوي دي بي دوت جيت داتا، اقول له سيلكت استرس فروم
استريسك ولا فونز، اي حاجه. سبلاير اندرسكور فون فروم السبلاير فون اندرسكور فون ولا فونز مش فاكر. هات دي واعمل فايند على سب اهو سبلاير، هتلاقي تحت الفون على طول سبلاير فونز. سبلاير فونز ماشي، سبلاير فونز. والوير خده من هنا اهو، ادي الوير. الوير هو هو خلاص. وادي ايه سيمي كولون. جبت الهواتف اه، تعالى بقى لف عليها. بعد الكلير ده اعمل فور اتش بيتا رو، نسميه رو، هيلف على التي بي ال. تي بي ال فون فونز دوت روز. وهنا في كل مره هنده على الفونز، الفونز صب دوت اد فون، اد فون. وهنا في كل مره من الرو هو الحقل اللي فيها، هو الحقل اللي ايه اللي فيها. وهنا عايز ايه؟ عايزها سترنج دوت تو سترنج، مفيش مشكله دوت تو سترنج، وقوسين فاضيين وسيمي كول. تمام كده. ده التليفونات. الديليجيت بقى تي بي ال ديليجيت دوت كلير. هو الديليجيت ده كنت بعبيه ازاي؟ بعبيه بالاضافه صح؟ انت هنا الاد، فين الاد؟ زرار الاد اهو، ده اللي بيعبي الجدول صح اهو، ده اللي بيعبي ايه الجدول. تمام خلاص. هات لنا بقى الايه، هات لنا المناديب. احنا عايزين رقم واسم، رقم المندوب واسم المندوب، رقم المندوب واسم المندوب عشان نعبي الجدول ده زي ما هو. ماشي طيب، هات بقى ايه واحده واحده كده. جدول تاني اهو، داتا تيبل تي بي ال ديليجيت، تي بي ال تي بي ال ديلي، تي بي ال ديلي بيساوي دي دي دوت دوت جيت جيت داتا. اسمحوا لي بقى ايه اشرب شويه قهوه عشان اركز معاكم كده. اتفضلوا تعالوا اشربوا معايا قهوه يا جماعه، اشرب شويه قهوه كده. بسم الله. هات بقى الجدول عشان اشوف انا عايز ايه بالظبط. افتح دي لو سمحت. كول اف صب، ده السبلاير، هواتف المورد، مناديب المورد، ده سبلاير نمبر، ديليجيت نمبر. انا عايز السبلاير، عايز الديليجيت نمبر، وعايز الديليجيت نيم، فهضطر اجيب من جدولين دلوقتي. فهقول له سيلكت، سيلكت الديليجيت نمبر، سيلكت الديليجيت نمبر كوما والديليجيت نيم. فين بقى الديليجيت؟ ديليجيت نيم. فروم، فروم ايه بقى؟ فروم سبلاير ديليجيتس طبعا ده لازم تحدد، ده جاي من السبلاير ديليجيت، ديليجيت نمبر ده جاي من السبلاير ديليجيت. فروم السبلاير ديليجيت كوما، وايه تاني يا ريس؟ ديليجيتس نفسهم بقى، الديليجيت
تمام كده، ديليجيت ايه نفسه ديليجيت، هتربط بقى ببعض. وير الربط الاول، الربط وير ان السبلاير دوت ديليجيت نمبر، سبلاير ديليجيت دوت ديليجيت نمبر، وير ان السبلاير ديليجيت سبلاير ديليجيت دوت ديليجيت نمبر يكون بيساوي الديليجيت دوت ديليجيت نمبر. ده الربط، خلاص كده. اللي جاي بقى ده بتاعنا احنا، اند اند ايه الديليجيت نمبر بقى. لا ثواني استنى عليا، سبلاير جدول الهواتف المورد، ايوه هي دي سبلاير نمبر. وايه السبلاير نمبر؟ هو ده الشرط بتاعنا احنا بقى، اند السبلاير نمبر يكون بيساوي الايه المورد بقى، اللي هو هنجيبه منين؟ من نفس الاداه اللي هي سبلاير فور ديليجيت فور ايديت ولا ايه دوت جيت مين جيت فاليو، وادي بس ده كده جبنا ايه، جبنا الديليجيت. ماشي، بعد ما جبناه بقى عايزين نملا الجدول، صح كده ولا ايه؟ احنا هنا عملنا للجدول دوت كلير، ماشي، عايزين نملاه بقى، عايزين نملاه. الكود اللي بيملاه فين؟ راح فين؟ اهو ده الكود اللي بيملاه، صح؟ بيدخل الاول يشيك على الجدول نفسه، تمام، وبعد كده بيتاكد انها is selected، وبعد كده بيبدا يضيف الاضافات دي، صح كده؟ ده التحقق من الايه؟ من الجدول، تمام. ماشي، دي الإضافة، صح كده؟ ده التحقق من الجدول. خلاص خد التحقق من الجدول ده بتعمل ايه هنا؟ برايفت فويد تشيك، يا عم تشيك ايه؟ كرييت كرييت ديليجيت تيبل بس، واهو بس يعني، وخده كوبي كده وحطه هنا بس، خلاص. ماشي، ليه بقى بعمل الكلام ده؟ شوف دلوقتي، انا مش عايز غير السطر ده بس. ارجع تاني بقى فوق للشو اللي احنا شغالين عليها كده، عملت له كلير خلاص. قبل كلير هعمل كرييت ديليجيت ايه تيبل، ماشي، واعمل فور بقى، اعمل فور ايتش، فور ايتش طبعا على ديتا، ديتا رو نسميها رو، هتشتغل على تي بي ال ديلي دوت ديلي اللي احنا مليناها غير الديليجيت اللي بره دوت روز اللي جت من الداتا بيس، لو ما اجي هنا في كل لفه املى بقى الكلام ده، اجيب هنا من الرو الاول وهنا من الرو الثاني، ما انا مش جايب غير اثنين صح؟ في جمله الاستعلام نفسها هنا فوق اهو، انا مش جايب غير ده وده، ديليجيت نمبر وديليجيت نيم بس، مش جايب غيرهم، ديليجيت نمبر وديليجيت نيم هم دول اللي انا بضيفهم بس كده، خد بالك. وفي النهايه خالص بعد العرض ده كله بي تي ان سيف دوت ايه دوت انيبل بتساوي ترو، افتحه بقى ايه عشان يعدل بقى، خلاص. طب جرب بقى الكلام ده معايا كده نشوف ايه نظامه. تسجيل الدخول اهو، وهات تعديل، هات تعديل المورد، اختار من هنا اي مورد كده، اختار لنا من هنا اي مورد، باين اهو العناصر بتاعته، بس المندوبين المندوبين ما اديتها جريد بقى، ثواني فين الكرييت ديليجيت تيبل ده؟ ده بيربط بس ما بيربطش، خد بالك الجريد بال، امال فين الجريد؟ الجريد بتتربط، الجريد انت كنت رابطها هناك بقى في اللود بقى، اه
ما هي دي، ما هي لازم تتربط يا جماعه. امال ايه؟ هات هنا في اللود بتاع تعديل الموردين اهو، اربط دي بدي على طول قبل اي حاجه. شغل بقى عشان تظهرهم. ادي تسجيل الدخول اهو، وادي تعديل، وادي الموردين. وقف هنا اختار كده اهو، اهو كله ظهر اهو، شايف؟ اول واحد فيه اتنين، وده اهو عصام، الحاجات دي احنا سجلناها مع بعض اهو، شايف؟ أهو. كله بيتغير اهو يا جماعه، بص بص كله بيتغير اهو، شايف؟ اهو كله بيتغير، كله بيتغير. هواتف، بيانات اساسيه، كل حاجه. خد بالك. وبالمره برضو الزرار ده دبل كليك عليه، ادي يا عمي ايه، انت صب ان او بيساوي كونفرت دوت 2 انت 32، وهنا هات من تولز دوت انبوت بوكس كده كده، ادخل رقم الايه المورد اهو يا عمي كده، كوبي ادي اهو نمبر، ترو نمبر بس، حطه خلاص. تبدا بقى ايه، تنده على سبلاير فور اديت دوت سيت فاليو، وتحط له دي اللي هو ايه، بس صب ايه، صب انه بس بس، يبقى ده شغال وده شغال براحتك بقى. انت حافظ الكود او الرقم دخله، مش حافظه سرش هنا، بتسرش بتختار بتعمل اللي انت عايزه. ادي بالرقم اهو واحد، جاب دوس هو ثواني. المفروض انت اول ما الشاشه تحمل ده يبقى بسالب واحد، صح ولا ايه؟ اول ما الشاشه تحمل هنا اهي السبلاير فور اديت دوت سيت اندكس بسالب واحد. احنا تقريبا نسينا نعمل الموضوع ده في الايتم تقريبا، صح؟ هات لي كده الايتم، فين الايتم يا جدعان؟ ايتم اديت اهي، دبل كليك على اللود، ما عملناهاش صح؟ لا عملناها هنا. طيب ما نسيناها هنا ليه بقى؟ مش مشكله، قدر الله ما شاء فعل. شغل كده اهو، هات من التعديل، هات تعديل مورد اهو كده، تختار اهو اهو، اختار اهو اللي انت عايزه، تدوس على الزرار اهو، واحد جاب لك واحد، اثنين جاب لك اثنين، ثلاثة جاب لك ثلاثة، أربعة جاب لك أربعة، خمسة مفيش خمسة، قفل حفظ. بس يبقى احنا كده عرضنا بيانات المورد علشان نقدر نعدلها بعد كده إن شاء الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.